أكو أفراد مرتبطين بالله وأكو أفراد مرتبطين بالشياطين، من أين نعرف أن هذا مرتبط بالله هذا مرتبط بالشياطين؟ كيف نقيم الأفراد؟ يمكن هذا الفرد المرتبط بالشيطان يخبر إخبارات غيبية وتطلع مطابقة للواقع، واحد يجب أن لا ينخدع. القرآن الكريم يذكر علامتين للتمييز بين هاتين الطائفتين. الله تعالى يقول: هل أنبئكم في آخر سورة الشعراء على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم مقياسيا أكون. المقياس الأول: المرتبطون بالشياطين يكذبون، يمكن إخبار من إخباراته تكون مطابقة للواقع لكن إخبار ثاني مخالف للواقع، يكذب إفك. العلامة الثانية أنه مو ملتزم في حياته العملية، يأكل الأموال، يخون في الأعراض، ينظر نظرات محرمة أثيم. هؤلاء هم الأفراد المربوطين بالشياطين حقيقة. آية عجيبة هذه الآية: تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون.